متابعة لهذا الموضوع. ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي إدريس قصوري. سيدريس أولا صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أولا لماذا هذه الزيارة الآن؟ ما هي أسبابها وأهدافها؟ اسمح لي في البداية أن نقدم بعض الثوابت الآن وبعض المتغيرات في العلاقة المغربية الأمريكية التي تمكننا أن نفهم مدلولات هذه الزيارة. فالمغرب اليوم أصبح بلد فاعل بامتياز وله مكانة وتجربة في جملة من القضايا الدولية والإقليمية مشهود بها ويعترف بها الجميع. وكذلك المغرب أطلق دينامية اقتصادية واجتماعية و بيئية وفق التحديات الألفية. المغرب يعتمد اليوم دبلوماسية الانخراط النشيط والمدروس في مجموعة من القضايا والملفات والمسارات والتحديات الدولية والإقليمية وكذلك حتى الوطنية، وأصبح يعتمد دبلوماسية استباقية، وكل هذا ينسجم مع الرؤية الأمريكية الآن والمقاربة إدارة أوباما في التعاطي مع كل الملفات بكل تحدياتها ومساراتها. ذلك أن هذه الإدارة أصبحت تعتمد على صيغ التعاون الدولي لحل الأزمات وإدارتها عبر التعاون، واعتبار قوة الدفع في إنجاح كل حل إيجاد سبل نجاح كل القضايا في المنطقة عبر مشاركة الوثيقة لبلدان المنطقة في كل المراحل والتنسيق مع هذه الدول وهذه البلدان وتحفيزها بما نعم. يتلائم مع حقائق المنطقة. إذن هذا ما يجعل الآن أن المغرب يقتسم مع أمريكا رؤية مشتركة حول مجموعة من الملفات، وهذه الزيارة تأتي في تعزيز التنسيق والتنسيق الوثيق بخصوص هذه القضايا. طيب يعني سيق سوري، العلاقات المغربية الأمريكية عرفت خلال السنوات الأخيرة نوعا من الفتور على خلفية موضوع الصحراء، ثم عادت إلى سكتها من جديد بعد الزيارة الملكية إلى واشنطن في نوفمبر 2013. كيف تقيمون الآن العلاقات بين البلدين خاصة خلال ولاية أوباما؟ أظن أن تلك العلاقة التي سميتموها بالفطور كانت عملية لحظة عابرة وسحابة عابرة، بل لتلك السحابة كانت أعطت أكلها وكانت أمطارها غزيرة على المغرب، بحيث أن هناك جملة من المواقف ساندت فيها تفهمت فيها أمريكا التصور المغربي والمصلحة المغربية والمشاعر المغربية والحقائق الميدانية الواقعية بالنسبة للمغرب، وبدأت تدعم المغرب في خصوصا في قضايا استراتيجية، وتدعم تنمية منطقة الصحراء التي تعرف فيها المفاوضات تعثرا واختلافات في تصورات لا سيما مع أوروبا. إذن تحول كل شيء لمصلحة المغرب في هذه المرحلة الأخيرة، وأصبحت أمريكا تعتمد على المغرب كبلد فاعل ومنخرط في كل القضايا وله كلمته على مستوى النصيحة والمشاورة وعلى مستوى القرب وعلى مستوى الميداني. إذن فأمريكا تقتسم مع المغرب رؤية مشتركة اليوم ندا للند، وتجده هو الأقرب إلى تصورها الحالي من تصور بوش السابق الذي كان يعتمد على ما يسمى بالوطأ الثقيل، أي مسألة الضغط والتدخلات العسكرية، في حين أن إدارة أوباما تنتشل الآن أمريكا من كل مآزقها عبر جعل نعم. يعني الآن كيف تنظرون إلى موقف واشنطن بخصوص القضايا الحيوية للمغرب، خاصة يعني موضوع الصحراء، وأنتم تعرفون قوة اللوبيات الموجودة في الولايات المتحدة والتي تعاكس مصالح المغرب؟ بطبيعة الحال أنا لم أريد أن أجعل هذه النقطة هي الأساس في هذه الزيارة. نعرف بأن الأمين العام للأمم المتحدة سيزور قريبا المغرب، وأن التقرير بخصوص الصحراء سيكون مثار نقاش وإحضار بالنسبة للأمم المتحدة في الفترة المقبلة، وأن هناك عدم انسجام في الرؤى بين أوروبا و
وبين أمريكا، ولهذا فالمغرب يعتمد كثيرا في هذه المرحلة على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وضع بعض التوازن في هذا الملف لصالح المغرب والدفع بمسلسل المفاوضات في الاتجاه الإيجابي نحو تغيير السلوك الجزائري ليكون إيجابيا وللخروج من مرحلة التقوقع التي عشناها في المرحلة السابقة. وأظن وأتمنى ألا أكون مبالغا أو خاطئا أن المسار سيكون هذه المرة جيد ويسير في اتجاه إيجابي لمصلحة المغرب، ولا سيما في انفراج في علاقة مع الجزائر، وهناك ربما خطوات جد سياسية تحضر في هذا الاتجاه لتعبر الجزائر عن حسن نوايا تجاه التفاوضات المرة. طيب سيد ريس، برأيكم يعني كيف تنظر واشنطن الآن إلى دور المغرب كحليف استراتيجي فيما يتعلق بمواضيع الاستقرار في منطقة تعيش على إيقاع الفوضى؟ واشنطن تثمن كثيرا الدور المغربي وكل الجهود المغربية في مختلف الملفات، في سواء في الشرق الأوسط، والمغرب معني بملف سوريا، وهناك حوار، هناك لابد أن تبلغ المغرب بمستجدات الحوارات الأخيرة. كذلك المغرب دفع كثيرا في اتجاه مصالحة بليبيا، وبالتالي فأمريكا تزكي هذا الدور وتدفع كذلك نحو المغرب ليلعب دورا أكبر في تأمين استقرار المنطقة في ليبيا ومحاربة الإرهاب وعدم تمكين داعش من التمدد فينا في المنطقة. كذلك دور المغرب مع دول الخليج، كذلك كان هناك انفراج في العلاقات الأمريكية الإيرانية، فلا بد أن يعرف المغرب كل مسارات هذه الأمور، ولا بد لأمريكا وهي تعتبر المغرب يلعب دور فاعل وملتزم ومسؤول في هذا الاتجاه أن تناقش معه كل هذه الملفات وتبلغ بوجهة نظرها وبالتحديات وبالإكراهات وبالأدوار التي ينبغي أن يقوم بها كل بلد، ما دام أن المغرب لعب دور وأثبت نفسه كفاعل دولي وإقليمي لا يمكن تجاوزه، بل له وجهة نظر مشروعة واقعية منطقية حقيقية مؤثرة تعطي ثمارها في الميدان، ولم يعد ذلك البلد المنعزل أو غير المنخرط أو غير المسؤول دوليا، وهو بالتالي يدخل في منظومة العمل الدبلوماسية والسياسية الأمريكية لإدارة أوباما في العهد الجديد. طيب الولايات المتحدة كما نعلم هذه الأيام تعيش على وقع الانتخابات التمهيدية التحضيرية للرئاسيات المقررة في الشهور المقبلة، أي من المرشحين للرئاسيات تراه أقرب لمساندة مصالح المغرب سيد ريس؟ أظن أن الخط المرسوم الحالي هو خط الإدارة الديمقراطية، وإدارة أوباما هي التي دعمت المغرب وسارت بهذا الخط في مستوى تصاعدي، وكانت مسؤولة وواضحة فيه أكثر من إدارة الجمهوريين، ولا سيما وزيرة الخارجية السابقة يعتبرها المغرب أقرب إليه في خدمة مصالح، وهي تعبر عن ذلك، وهي أيضا متعطشة أو متحمسة ومحفزة لتجربة الإصلاح المغربية ولدوره. فإذا المغرب في هذا الاتجاه مع إعادة انتخاب إدارة الجديدة من الحزب الحالي الذي يسير الولايات المتحدة الأمريكية. والحديث هنا تقصدون يعني هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة؟ نعم. إدريس. طيب نعم. المحلل السياسي والأستاذ الجامعي إدريس قصوري، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات القيمة بخصوص موضوعنا اليوم، بخصوص موضوع زيارة مزوار لواشنطن.